ببركة غبطة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم، اختتمت البطولة الكنسية الودية في نسختها السادسة لعام 2023 في العاصمة دمشق. نحن دائما نقول الرياضة حياة، يعني بما أنه نحن نهتم بالإنسان نهتم بكل أبعاده الدينية والثقافية والاجتماعية وكمان الرياضية. إذا نحن ما فتحنا بيوتنا وكنائسنا وملاعبنا لهالشيء رح يطلعوا برا، عشان هيك بنحاول نضم هالشبيبة لنطلع مواهبهم يقدروا يحققوا ذاتهم. كثير عم تكون البطولة إلى أصداء سنين عن سنين، كل ما أنا عم تعلى أكثر كل ما أنا عم تكون الأمور أحلى. مر علي كثير فرق، كثير أشخاص فازوا بالبطولة، دائما عم تكون روح المحبة والسلام هي الحاضرة. يعني هاي النسخة السادسة لهذا الحفل الحلو اللي هو بيجمع فيه كتير من الكنائس، بيصير من خلاله قرعة وهي القرعة بيترشح هدول الأسماء. شهران من الزمن شهدت تحديات البطولة بين الفرق المتنافسة تحت رعاية دائرة خدمة الشبيبة السريانية والاتحاد الرياضي العام وتنظيم فوج مار أفرام السرياني. حقيقة تفاجأنا وانبهرنا كتير بالتنظيم وبالفرق الموجودة وبكم الشغف لهي اللعبة. قدمنا خيرة حكامنا بهاي البطولة ولكل المباريات، من أميز الحكام عندنا الدوليين اللي اجوا حكموا البطولة. اليوم نحن جايين كلياتنا لحتى نشجع، وأكيد نحن بدنا نشجع الفريق الأفضل. تحضيرات كتير حلوة كانت، وصلنا يعني هيك عم نتمرن تقريبا شهرين ثلاثة عم نحضر، وحضرنا ويعني مثل ما بيقولوا زرعنا وهلا عم نحصد، وصلنا للنهائي يعني من محبتنا لبعض. وهيك هي خامس نهائي على التوالي نحن بنوصل له، فان شاء الله خير يا رب. نحن يعني كان كتمرين، نحن دائما شغالين على طول السنه، كل لعبه طابه فيها فوز وخساره، والكل بيطمح يعني دائما انه يفوز، بس هي الطابه بالنهايه. يعني حضرنا كثير وتعبنا ولحتى وصلنا لهون يعني اكيد. وسط حضور شعبي اختتم المنظمون الفاعلية بتتويج الفريق الفائز وتكريم اللاعبين المتميزين. بأجواء مفعمة بالتنافس والروح الرياضية، شبيبة المارونية حقق الفوز. للإخبار السورية روان حنا.